اخيرا خلصت الديزاين. يا زهى يا بنتي تعالي. ايوه يا ماما. هو ابوكي ما جاش ليه كل ده؟ بابا مات بقاله 10 سنين يا ماما. ايه ده؟ ما قاليش يعني. طب هو وصل بالسلامه؟ اه وصل وبيتحاسب. يا زهى يا زهى يا زهى. الفاكهة أول ما أصحى ألاقي الحوض متوسخ وأمك رامية مناديل في كل حتة. بس وطي صوتك هتسمع. هو أنا متجوزك أنت ولا متجوزك أنت وأمك؟ يا زهى يا زهى يا زهى. نعم يا ماما. هو أخوكي بيزعق ليه؟ أخويا سافر من زمان. يا سبحان الله، وصوته وصل لحد هنا؟ وأنا ربيع السمنة البلدي، ما تعودتوش أنتوا على الحاجات دي على أيامنا. يا زهى ما شفتيش الاشارب بتاعي؟ الو الو الو. ايوه انا خلاص هاجي في الوقت. تمام باي. انا خلصت الاكل كله اكل ماما. اه طيب. شوف البنت دي بتعمل ايه. يا ملا هتعمل كده ايه؟ ما شوف هي كانت بتعمل ايه. ايه ده؟ يا لهوي تعملي ايه؟ ايه؟ تعملي ايه؟ مش حاجة يا بنتي. ماما في انفستر عربي جاي مهم النهاردة تيز دايلي. والله يا بنتي كبرتي وبقيتي بتشتغل. فين زهر؟ ما جاتش كل ده ليه؟ يا ريس لسه قافل معاها والله. قالت لي جاي في الطريق. المؤتمر بدأ والراجل موجود ومش عايزين نتأخر عليه. ايش يعني؟ ايش كل التأخير هذا؟ والله يا ابني فين هو عيب؟ يا طال عمرك والله احنا جايين. فين هو عيب؟ انا جاي من هناك عشان كده؟ يا طال عمرك احنا جايين وكل ما هو والله العظيم. ايش احنا شغالين اسلوب شباب ولا دوت؟ ايش يعني؟ ليش ما بدي دوك؟ انا بدي دوك. لا بدي دوك. انا جاي من هناك. انا بدي دوك. اللي انت عايزه. اتفضل معانا اتفضل معانا. انا هو بتكلم عن المجتمع. هو بتكلم عن ايه؟ وين المزمن انا حاجة؟ وين المزمن انا حاجة؟ وين المزمن انا حاجة؟ دقيقة. فين المزمن ده؟ فين شربته؟ شربته؟ انا جاي من هناك هتقول لي تشرب من عندك. انا شفتك انا والله تشرب المزمن انا حاجة. انا ماني فاهم. انا ماني فاهم. انا سمعت حتى ان انت بتقول مكت حلوه. مين قال لك؟ مين بقى؟ بقول لك واحده. قول لي ليه؟ اسمعوا على شباب الدجا يا دكتور. ليش الناموسه ذكيه؟ ليه؟ عشان اجابتها انها ذكيه. بقول لك واحده ثانيه؟ لا قول لي. تعال 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 تعال. المهم ليه الايس كريم وهو بيرجع من دار السامع قال ايه؟ ابحثوني ابحثوني. طال عمرك.
فاين والله فيري فاين شي اوه رز قال لي طاقه من كابوسه انا عيب ارد ما كل شيء ما بدي كلها بالكاده انا اسف يا جماعه ويا التاخير اللي مش عارفني احب اعرف نفسي انا زاهه حديد اركيتكت عربيه ولدت في العراق بموصل وبعد كده كملت تعليمي في اي يو بي في لبنان وكملت بقيه حياتي في لندن واحب اشكر ماي منتور ريم كولس عشان كان بيقف جنبي يعني وهبتدي اشرح لكم المشروع ده توين تاور مفروض 44 دور ومفروض ان هو مبنى مصمم يكون لي اورجانيك ليفينج فورم لوحده والمبنى ده 650 الف متر وهيبقى ارتفاعه 357 متر وهيبتدي بقعده صغيره كبيره وهيصغر كل ما نكبر كل ما نطلع لفوق يعني وهيتكلف حوالي 300 مليون دولار. شايفه ان زي ما النقاد بيقولوا ان المبادئ اللي حضرتك بتعمليها اسعارها عاليه قوي وهي حاجات خياليه جدا. اي حاجه بعرف ان اتخيلها بعرف اعملها. ودلوقتي هوريكم معايا المبنى. ايه ده؟ الله 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 ايه الجمال يا حبيبي ايه ده ايه ده ايه ده كله والله ابغى منها اتنين يلا نبدا بس يلا نبدا والله يا ما يلا هنعمل ايه؟ مش عارفه ماما الله يسامحها هي اللي عملت كده فينا هما خلاص مضوا العقد يعني لازم اسلم بعد اسبوع من النهارده انا مش عارفه ازاي طب مش فاكرة توكيل بي ام دبليو برضه تعبنا كده حد ما عملناه بس وصلنا الحفل لا لا ده كيس مختلفة تماما طب الاوبرا اللي في الصين كان الستركتشر سيستم بتاعها صعب لا بس انت بتتكلمي في بودجتس مختلفة تماما المشروع ده هيتكلف 600 مليون دولار يبقى كده ما عندناش حل غير ان احنا نشتغل على الفلوتنج بيلدينج اللي في دبي اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ملوش علاقة بعيد عنه كتير قوي وفرق المساحه كبير قوي احنا لو هنعمل المبنى ده المبنى ده لو هو عايز 2 تاورز 650 الف متر مش هينفع ما عنديش حل ماي ماي زها ينفع كده اول ما اصحى الاقي الحوض متوسخ ينفع كده اول ما اصحى الاقي الحوض متوسخ بس ولسه في مناديل على الحوض وامك حاطه مناديل على الحوض صوتك هتسمعك بس ما انت عارفه اول ما اصحى بنطر لا لا اصلا المفروض يبقى فيها درجات عشان تشتري الشغل ورين ورين يلا ليه انا معفن
ثانية واحدة. انت طالع ليك ايه بقى؟ انا كلمة اشرف يا ابني، انت اللي بتقول حاجه. ده سمعت ان انت بتقول نكت حلوه. مين جابك يا عم؟ يقول لك واحد يقول لي احمد ماشي. اسمع يا شباب بس قول نكته. اللي هو اسمه ايه ده بتاع الخفان ده اللي بيوصيهم. ايوه راح الخفان ده جمال. لا